ايوه برج اسلام. هلا بابو الاسد النايم. هلا هلا، انت اللي كنت دي كلام حاطط صورة الاسد المشقوق، قلنا لك لصقه. شيخ سمير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيو. تأخرت عليا وجلست شوية وبعدين قفلت البث حق الزوم. دخلت الزوم انا، ما بتقبل، قلت ممكن يجي رجال نايم ولا شيء. لا والله أنا والله فاصل أقسم بالله، بس أساس إنه كان الموضوع كذا انشد شوية وكان في موضوع كنا نبغى نتكلم فيه، فقلت خليني طيب أفتح حاجة خاصة يعني. ما في مشكلة، لكن الحين انا فاصل والله يا صاحبي، نعم، وريح ريح. خليها بعدين ان شاء الله. عوافي عوافي عوافي. ماشي يا حبيبي، السلام عليكم. سلام عليكم، سلام عليكم. أيوه، مرحبا مرحبا مرحبا. خلى لا خلى لا عجبتني. هلو، مرحبا مرحبا. روم وير؟ China. And China. you? هيا بقول نافي from وكا. China also. From Yes. China. You from China? Yes. Oh, which city? Guangzhou. Guangzhou? Guangzhou. Really? Yeah. You're looking Yes. so good. Thank you. Which district in Guangzhou? King Wan, welcome, welcome, new friend. Hello, my How is friend, it? Pakistan. How is it? Welcome, How is it? Pakistan friend. How is it? How is it? Let her win. Let her win. Fist, please. Okay. Let her win. كبسه كبسه. كبسو كبسو كبسو. هذه لغة تانية. You live in Guangzhou, you don't speak Chinese? Yes. 又刷到我了是吗? Thank you, follow. 我这几天号都被限流了，都没人. Thank you, Lex. Thank you, Hamad. ارحبوا ارحبوا، فوزوها يا فوزوها. انا والله فدخلت البث وحسبها واحد طلعت واحد. يلا فوزوها فوزوها. Happy, welcome. What's going on? Nothing going on. Thank you, Eddie. Thank you. Yes. Hamad. توك توك. TikTok is from China. TikTok. Yes, TikTok from China. I think from Egyptian. No, it's from China. No, We it's play good. TikTok in 2018 in 2016. I will go and come Oh. back. Okay, bye. Yes, 2016. TikTok is yes Long time. 2016. Yes, long time. It's coming here only since 4 years Thank you, ago. Lex. You're coming since 4 years ago. Last 4 years ago. I'm not believe How that. long you play TikTok? For me, since Yes. 6 months maybe. Your eyes are so cute. Thank you.
يا البعض عندكم عنده ولاعة يعني ما ولاعة شوفوا What are you doing? You are cooking? No, no, I make some bacteria. You know bacteria? I don't know. Microbiology. 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 ولا تحط اغاني في البث حقي دقائق بسمعها صوت القلب يا بنت الحلال لا تشغلينا بنت الحلال انا فلان يا فلان يكون لنا اغاني احنا كلنا مطاوع هنا والله حسبها واحد طلعت وحده لابش التوك توك تفك ما تدري الا طلعت لك واحد داي سببت لك ازمه معلش خرجناها قبل ما تشبك ايوه مرحبا يا مرحبا والله هذه المرات تشتغل كمان انا اجيب الدافور دقيقة شباب خلوكم معايا يقول لك توك توك شغال عندهم من عام 2016 تخيل من عام 2016 توك توك شغال عندهم احنا ما جانا الا قبل 4 سنوات صار على الولاعات يا شباب في عاد معاه ولاعة ارحبوا ماجد حياك موجود موجود بس رحت ادور ولاعة والله ما لقيت ايوه هلا 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 ما تابعت الحوارات خليكم معي هذا كيف نعبيه الحين موجود يا حبيبي عمر حياك حياك يا قمر حيو اهلا وسهلا دقيقة خلاص شوف في ولاعة عندي في السيارة ولا كفو يا الأمير كفو ما يحتاج يا رجال أمورك طيبة إن شاء الله أقول عطني ذهبا يا غلام ليش أعطيك ذهب؟
هي ترى فيها بذرة النخل، ترى البذرة حقتها جاهزة ترى على فكرة يعني. استغفر الله، خلينا نشوف عشان نبدأ نتفاهم. دقائق حبايبي، دقائق أكون معكم دقائق. أبوي ترى النخلة اللي شفتها أنا شفتوها أول، ترى يعني طارحة، فيها بلح، فيها بلح وفيها أمور طيبة ترى. إيش عليك تأخذ البذرة وتزرعها بس، انتهى يعني، بسيطة الوضع، ما هو صعب. بس هم إيش يقولوا طبعاً؟ طبعاً شايف أنا إجابات كثيرة، شايف الشباب ما شاء الله قاعدين يجاوبوا أجوبة كثيرة، وقاعد أستفيد من التجارب حقتهم وأسئلتهم، وبشوف هم وصلوا ليش. دقائق بس، خلوكم معي دقائق يا شباب، يحسبوني غشيم في النخل العيال، فاهم؟ أنا بس قاعد أشوف إيش النهاية معهم. بس ما علي، خليهم كلهم يقولوا اللي عندهم، ونسمع منهم ونشوف، واللي فيهم طبعا معلم نستفيد من خبرته، ليش لا؟ هذا أتطلب لازم أروح أجيب اللاعب. دقايق يا شباب عشان أجيب اللاعب. أحسنت، جواب طيب. شوف حبيبي، دقيقة واحدة بس أجيب مفتاح السيارة. دقايق أيوه، أرحب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا حبيبي، النخل أنواع وأصناف، وفي أصناف مي موجودة عندنا هنا في المملكة، تمام؟ وفي أصناف تنصدم لو تعرف إنها موجودة في دولة، تستغرب إنها بحافظ على أنواع أصناف سلالات النخل اللي تقريبا شبه منقرضة في العالم. وإيش رأيك إنه في بعض الدول حاطين النخل في نظام، عارف الجسور، جسور وسيور معلقة، وتخش بأنظمة تبريد في موسم الحر، وتخرج وقت الحصاد في موسم حر، وقاعدين يلعبوا يعدلوا له مناخ زي ما هم يبغوا، داخل معامل، بس معامل كبيرة ضخمة. ما أدري صوتي واضح؟ مساك الله بالنور، مساك الله بالنور، مساك الله بالخير واليمن والبركات يا ابو يعقوب، حياك. عندهم معامل ضخمه موجوده يخش فيها اصناف نخل بنظام سيور واحواط على سيور وابراج معلقه. يعني كيف اقول لك؟ تعرف المصالخ المتطوره اللي تعلق الذبائح الكبيره حقت البقر زيها، تمام؟ وتعدي بمراحل، دخلوها في مناخ معين وخرجوها في مناخ معين، ويقفلوا عليها ويعطوا لها حرارة 27 درجة 25 درجة 45، وشغالين العالم تهجين، تمام؟ بعدين جو سووا عندنا هنا جماعتنا في القصيم، سووا معامل أنسجة. شوف النواة، أنا ما أبغى نفس صفات النخلة الأم، أنا أبغى نفس القصر ولكن ألقحها بلقاح تمر آخر يعني. أيوه يعني أنا شفت التمر حقه قصير، أنا ما أبغى نفس النواة. هو عنده ذكر، في ذكر موجود، هو يقول في ذكر وفي أنثى. وقت ما أبغى نفس الفصيلة أروح أخذ اللقاح من الذكر. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. جيب ولاعة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ هات واحد ولاعة. تمام؟ هو عنده ذكر وعنده أنت الرجال. وطارحة نفس الفصيلة. ترى ارتفاعها متر ونص وجاية مبطنة من تحت مدببة يعني مبطنة ما شاء الله. ويقول من 25 سنة هي بهذا الحجم. اشتراها كده فصيلة. ما قصها وحطها زي ما بعض الناس يقص تحت القلب، يجي تحت قلب النخلة ويقص يبقى ينزل عن قلب النخلة تقريبا متر متر ونص ويقصها ويزرعها تاني مرة تقوم معاك صحيح، بس تمرها كبير يعني. احنا ندور الفصائل النادرة، هذه فصيلة فصيلة نادرة. هذه فصيلة. الله يحييك، كيف حالك طيب انت؟ هذه فصيلة نادرة مما لا شك فيه. انا اول مرة اشوف، وقيد اشتريت نخل قالوا لي هذا نخل قزمي. تمام؟ هوريكم الان النخل اللي قالوا لي انه نخل قزمي واشتريته، والان تقريبا عمره يمكن 3 سنوات ما ارتفع ارتفاع اللي انا ابغاه يعني. هوريك الان شوف. دقيقة هوريك. تعال حبيبي تعال تعال تعال. اطلع اطلع. الله يحييك. هلا هلا. حياك. كيف حالك انت طيب؟ الله يحييك. شوف يا حبيبي. هوقفك قدام نخلة. شايف النخلة الصغيرة هذه؟ شايفها ولا لا؟ هرجع ورا اوريك اياها. هذه وانا قاعد اقلم فيها. شايفها اللي في اليمين؟ هذه اصبر دقيقة بس خليها دقائق يا شباب. اجيب لكم اياها اكثر. شايفها هذه؟ ترى انا من يوم ما اشتريتها هي كانت اقصر يعني اطول من اكثر من كده شوية. 25 سنتي. هذه عمرها 3 سنوات. لا بذرة. اخذتها مزروعة بذرة بس كان طولها اقصر من دي تقريبا قبل 3 سنوات. اكثر من هذا الطول تقريبا ب 25 سنتي. لها 3 سنوات وشوف طولها ايش. ما وصل للارتفاع اللي المفروض تكون نخلة تانية بعمرها بهذا الارتفاع. تمام؟ حوريك نخلة تانية. طبعا انا اخذت فصيلتين. هو يقول مزروعة بذور. دقائق بس عشان اوريكم بشكل اوضح وبشكل افضل. شايف النخله الكبيره هذه؟ هذه عمرها 3 سنوات تقريبا الى 4 سنوات. شايفها؟ هذه اللي جنبها اللي في المركن تراها بعمر هذيك، لكن هذه قصيره قزميه مزروعة بذور. ترى المشتري اللي اشتريتها منه اشتريتها كانت يعني اصغر من كده تقريبا ب 25 سنتي. كلهم كانوا قد بعض يعني. تخيل هذه عمرها الحين تقريبا 3 سنوات ونص داخل على الرابعة. ما طولت. والمركن اللي عليها كبير طبعا. وهذيك شوفها. في فرق شايف؟ في فرق بين دي وبين هذيك. انا ادور الفصائل القزمية ليش؟ يعني هذه النخله اللي شفتها انا اللي قالوا عليها اللي شفتها انا شفتها بعيني طارحه ما شاء الله. طارحه طارحه يعني وموجوده في مكان عام وفي ميدان عام في جده يعني حي الزهره. الفكره وما فيها انه انا اما حنتج نفس الفصيله حضطر وقت ما يعني تكون خلاص تتلقح اروح اخذ لقاح من نفس الذكر اللي هناك ها واجي القحها بنفس اللقاح اعطتني نفس الفصيله واستمرت معايا الفصيلة انتاجية. تمام؟ لما نزرع انا 5 6 7 8 لازم يطلع فيهم فحل لازم. يطلع اناثي ويطلع فحول، لو طلع عندي واحد فحل خلاص كف استمرت السلالة. هذا واحد. اثنين انا ابغى اشتغل على نفس الفصيلة ولكن ابغى القحها بفحل مثلا اللي هو سكري القصيم ولا حلوة الجوف. ها؟ ولا عجوة ولا بنجرب. ايش اللي حيفرق؟ والله اعلم. احتمال تنجح واحتمال ما تنجح. ان نجحت اعطتك حجم الثمرة اكبر. انا عندي حين الثمرة حقتها التمر قد حبة الفستق واصغر قد الفول السوداني. بين الفول السوداني وحبة الفستق. هذا الثمرة حقتها الان. حتجي والله اعلم يمكن ثمرة اكبر شوية اكبر من حجم حبة الفستق. ها والنواة اللي جوا تجي اصغر. هذه الحين النواة اكبر. النواة اللي الحين اكبر والثمرة صغيرة لكن طعمها قوي يعني تحس طعمها قوي.
تبدأ تشتغل على السلالة. وضحت الصورة؟ ومع احتفاظ بالسلالة الأساسية يعني. يعني لازم تخلي من السلالة الأساسية أقل شيء 5-6-10 من السلالة الأساسية اللي هي يسموها الأمهات. وضحت الصورة يا شباب؟ بالنسبة للتهجين والتهجين هذا طبعا التهجين قبل ما يكون في معامل وقبل ما يكون في زراعة أنسجة وقبل ما يكون في ترى التهجين معروف من زمان يعني. في طريقة هم بدوا بالطريقة البدائية بعدين طوروها، أنا شغال بالطريقة البدائية. وضحت الصورة؟ هذا بالنسبة للنخل القزمي. علق تعليقات دقائق يا شباب بس يعني. شوف دحين اليوم سويت تجربة، هي تجربة احتمال تنجح احتمال ما تنجح، تحويل الرمل إلى ذهب. تمام، ترى صارت قبل كذا يعني، صارت قبل كذا وفي ناس حولوا التراب الى رمل، ولكن استخدموا معها ايش؟ نوع من البكتيريا اللي موجوده الان تنتج الذهب، بس تاخذ وقت طويل عشان تطلع ذهب يعني، فاهم؟ تحطها في مناخ معين وتحطها مع معادن معينه ومع تربه معينه وتسيبها لين ما تتكاثر البكتيريا هذه وتبدا تنتج، بعدين تبدا تلاقي الذهب موجود. يعني لو خرجته اسهل لك. يا سلام، لو رحت استغرشته اسهل لك. هذا نظام البكتيريا اللي بيتكلم عليه. وفي نظام قبل انت عارف عندك، في عندك قبل اول ما اشتغل على موضوع الذهب وانتج، هو قارون. طيب ما نقول لك مال قارون، مال قارون، قارون هو كيميائي اساسا، حول التربه الى ذهب وطغى في الارض، طغى. فالشغله التجربه موجوده. جابر بن حيان سوى حاجة سموها حجر الفلاسفة. حجر الفلاسفة مادة يستخدمها أيضا، يقدر يحول بها المعادن، يقدر يصهر المعادن. فالشغلة يعني الآن في شيء تقدر تصهر أنت بالأفران، والفراعنة كمان. طبعا هو قارون، طبعا هو قارون أساسا يقولوا من مصر. تمام، قارون ولا قاروت، فهو من مصر. فالرجل كيميائي حول التربة التراب إلى ذهب. التراب إيش فيه؟ التراب طبعا فيه مجموعة كبيرة من العناصر الطبيعية بما فيها اللي هي غبار الذهب. الذهب جاي على صورة غبار، ولكن ما تشوفه بشكل قوي، ولكن لازم تستخلصه. فتخش في عملية تنقية وعملية إدابة وعملية فلتريشن، بعدين تبدأ تستخلص الذهب، بعدين تحول الذهب إلى سائل بالحرارة، بعدين تسوي له تكتيف. فيلم. وضحت الصورة؟ فالتجربة اللي سويناها إن شاء الله بسيطة، ما هي صعبة. على زوم. فإحنا سوينا تجربة بالمعرفة اللي عندنا، يمكن تصيب ويمكن ما تصيب. تمام يا حبايبي، دقائق بالله خلوكم معي شباب، دقائق شباب هخرج ورجع لكم تاني.